نشرة مفصلة للأخبار والبداية مع العناوين. القوات المسلحة اليمنية تكشف تفاصيل استهداف منشأة لأرامكو في جدة بصاروخ قدس 2 وتدعو الشركات الأجنبية إلى الابتعاد عن المنشآت الحيوية. وزير إسرائيلي يؤكد زيارة نتنياهو السعودية وعقده لقاء ورئيس الموساد مع ولي العهد السعودي في مدينة نيوم السعودية بحضور بومبيو. أنصار الله ترى في زيارة نتنياهو السعودية تمهيدا للتطبيع الكامل، وأشتي يقول إن تصوير التطبيع بديلا للسلام مع الفلسطينيين هو هرب من الحقيقة. الإعلام الإسرائيلي يكشف عن توجه وفد إسرائيلي اليوم إلى السودان لبحث التوقيع على الاتفاقات بين الجانبين. واشنطن بوست تصف إرث ترامب في السياسة الخارجية بالكارثي، وبايدن يعلن غدا أسماء أول مجموعة من الوزراء. استمرار تحركات المناهضة للعنصرية في البرازيل وتظاهرات احتجاجا على مقتل رجل من ذوي البشرة السمراء على أيدي رجلي أمن أبيضين. أهلا بكم. عملية نوعية نفذتها اليوم القوات المسلحة اليمنية استهدفت محطة توزيع لأرامكو في مدينة جدة السعودية بصاروخ قدس 2. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في تغريدة على تويتر كشف أن الصاروخ المجنح الذي استخدم ضد أرامكو دخل الخدمة أخيرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها حتى الآن. ودعا سريع الشركات الأجنبية في السعودية إلى الابتعاد عن المنشآت الحيوية المهمة لأن العملية العسكرية ستستمر. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القصف الصاروخي النوعي اليمني أدى إلى إلحاق إضرار كبير بمحطة أرامكو السعودية، حيث اشتعلت النيران في أقسام منها وشوهدت ألسنة اللهب ودخان تتصاعد من المكان. وأكد العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة جدا، حيث هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف. عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي أكد أن قوات العدوان على اليمن دخلت مرحلة جديدة هي مرحلة الانهيار، وقال في اتصال مع الميادين أن دول العدوان باتت أكثر عرضة للابتزاز الأمريكي الإسرائيلي. مرحلة الانهيار في صفوف قوات دول العدوان ومرتزقتها في اليمن، قواتنا المسلحة ستستهدف المنشآت الحيوية السعودية إذا لم توقف السعودية عدوانها وحصارها، وبالتالي ستبدأ مرحلة جديدة في استهداف العمق السعودي، وهذه العمليات ستكون بشكل تصاعدي حتى توقف السعودية عدوانها، وأيضا سيتم إدخال أسلحة جديدة. ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا وكيل وزارة الإعلام اليمنية في حكومة صنعاء نصر الدين عامر. مرحبا بك سيد عامر. إذن في توقيت العملية بشكلها العملاتي وباسم الصاروخ قدس 2 كلها أبعاد قصدت صنعاء إيصال رسائل عبرها للسعودية ومن خلفها أمريكا وإسرائيل، كيف قرأت صنعاء أو كيف تدلي صنعاء برأيها في هذا الموضوع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هناك أبعاد عدة لهذا العملية، من ناحية نوع الهدف هذا هو مهم، لأن السعودية اليوم تريد أن تجعل من الحرب في اليمن حرب منسية، ولكن هناك من الأهداف التي تملكها صنعاء نوع معين من الأهداف يجعل الحرب في الواجهة العالمية، وهو النفط السعودي وأرامكو السعودية، وأيضا مدى هذا الهدف الذي هو في جدة. من ناحية التوقيت هي توقيت حساس، وقد سبقه تحذيرات واضحة من قبل ناطق القوات المسلحة يحيى سريع، وحدد بأن هناك رد قوي جدا خلال هذه الأيام، وتوقع العالم كله بأن تكون هناك موجة تصعيد يعني على هذا العدوان والحصار. الموضوع الثالث هو البعد أيضا من ناحية التوقيت، هذا التوقيت هو توقيت مهم. التحركات سواء على مستوى العدوان في اليمن المستمر والحرب المفتوحة، وهناك ما يبرر وما يشرع لهذه العملية بكل وضوح
وبشكل كامل، إضافة إلى المتغيرات الإقليمية التي لا تنفصل عن هذا العدوان. هذا العدوان الذي اتضح اليوم بأنه كما قلنا منذ البداية بأنه إسرائيلي، بأنه أمريكي، بأن الأمريكي والإسرائيلي ضالعين في هذا العدوان ومتماهين مع هذا العدوان من اليوم الأول، بل والأمريكي هو من يقود هذا العدوان. اليوم اتضح بأن كل الدول التي تنخرط في هذا العدوان علينا والتحالف الذي يشن العدوان على اليمن كلها أصبحت مطبعة مع الإسرائيلي، والسعودية مؤخرا يعني استقبلت رئيس الوزراء الإسرائيلي. إذن هذا التحالف كله بان بأنه منذ اليوم الأول يعمل لمصلحة الإسرائيلي، ينفذ أجندة إسرائيلية، هو تحالف قديم وتطبيع قديم، يعني قاموا بتنفيذ مهام هذا التحالف وهذا التطبيع قبل أن يعلنوه، وما العدوان علينا إلا جزء من هذا العدوان. وإذن بيترتب على ذلك أن أي رد من قبلنا هو في نفس السياق، وهو رد على كل هذه الخطوات مرتبطة ومكتملة ويعني في هذا السياق نفسه. طيب سيد عامر، لا شك أن هذه العملية ببعدها في العمق السعودي على البحر الأحمر، المدى المجدي للصاروخ بما يحمله من أبعاد عسكرية للتطور التقني والعملاتي للقوى اليمنية في تطوير سلاحها الصاروخي، أيضا للبعد العسكري والميداني لما يحمله في ظل هذه الفترة الانتقالية الحساسة أمريكيا فترة الرئاسة. ماذا تقول صنعاء لأمريكا بعد هذه العملية، جراء هذه العملية تحديدا، سيما أن العميد يحيى سريع هدد ولا يزال بضرب المزيد من الأماكن الحيوية كما أسماها الرئيس المشاط، قال أن هناك المزيد من المفاجآت. نعم، بالنسبة للدور الأمريكي في هذا العدوان، هو منذ البداية هو قائد هذه العدوان، وأيضا هو من يدعي أو من يقول بأنه يحمي السعودية. إذا هذه الحرب منذ اليوم الأول هي أعلنت من واشنطن وهي أمريكية، نحن نتعامل معها منذ اليوم الأول وإلى اليوم بأنها حرب أمريكية وبأن من يقودها الأمريكي، وأي رد عليها هو رد على الأمريكي ذاته وعلى أهداف يعني تتصل أيضا بالمصالح الأمريكية. عندما نتحدث عن أرامكو، عن النفط السعودي، هو في حقيقة الأمر البقرة الحلوب التي تدر للأمريكي الدولارات، وهي الأداة التي يسيطر الأمريكي من خلالها على العالم كله من خلال النفط. إذن هذه الضربة الاستراتيجية هي تأتي في هذا السياق الذي متصل بالأمريكي وبالدور الأمريكي ويؤثر على الأمريكي. السيد وجاعد في خطاب سابق له تحدث وقال نحن نعلم ما الذي يؤلم الأمريكي وما هي المناطق التي تهم الأمريكي وتضر بالأمريكي، وهو النفط السعودي. إذن هذا النفط السعودي إضافة إلى كونه جزءاً ويمول العدوان علينا، هو أيضا أداة تدر المال على الأمريكي، وهي أداة تطيل أمد العدوان ويعني يستفيد منها الأمريكي ومن خلالها يطيل أمد العدوان. هذا الهدف كما ذكرنا أنه من ناحية التوقيت ومن ناحية نوع الهدف، وأيضا هو مثل هذا الهدف يستحضر المعركة في اليمن ويجعلها في الواجهة لكي لا تكون حرب منسية، لكي لا يذهب السعودي في التفاؤل ويتحدث بأنه يتفاعل عن الحرب في اليمن وبأنها أصبحت جزء من الماضي ويعني ينثر تصريحاته في الهواء. كان جواب الرئيس المشاط واضحا، لا تتفاعل طالما والحرب موجودة، وجاء الرد العملياتي في الميدان بأنه لا تفاعل طالما والحرب مفتوحة والخيارات مفتوحة. وتطوير السلاح الذي أعلن اليوم عنه وهو سلاح جديد قدس 2، هذا التطوير الجديد يدل على أنه لا مجال للتفاؤل طالما والحرب مستمرة، سيستمر التصنيع وسيستمر التطوير العسكري وستستمر الضربات النوعية والجديدة وبنك الأهداف المتسع والذي يتسع يوما بعد آخر ويتناسب مع المرحلة ومع الظروف التي تتطور في المنطقة، سواء على مستوى العدوان بحد ذاته على اليمن أو تطورات في المنطقة. طيب لا شك أنه اسم الصاروخ المجنح قدس 2 يحمل دلالات في المضمون، أي دلالة يحمل هذا الاسم وما الرسالة منه؟ القدس هو اسم يعني هو رمزية أولا بشكل عام للأمة الإسلامية بكلها ول يعني كرامة هذه الأمة. عندما نسمي القدس، نحن منذ اليوم الأول لثورة 21 من سبتمبر كان العلم الفلسطيني حاضرا، إذا القضية الفلسطينية حاضرة سواء في الميدان السياسي أو الشعبي أو حتى العسكري، والصواريخ الاستراتيجية التي تملكها اليمن تحمل أسماء لها دلالة على الارتباط بهذه القضية الجوهرية وهي قضية القدس. أيضا عندما يكون هناك رسائل أيضا تخص الإسرائيلي يكون هذا الصاروخ حاضرا، القدس حاضر، عندما يحضر الإسرائيلي في المنطقة يحضر القدس وتحضر القضية الفلسطينية وتحضر الأسلحة التي تحمل هذا الاسم وتحضر أيضا الرسائل التي يعني يفهمها الإسرائيلي ويفهم أيضا مدايات هذه الصواريخ التي من شأنها يوما من الأيام
أن تكون المدافع الأول عن القدس كما أعلن منذ اليوم الأول لإعلان هذا النوع من الصواريخ. طيب سيد عامر باختصار لو سمحت في أقل من دقيقة لضيق الوقت لو سمحت، كيف يمكن أن تؤثر إيجابا هذه العملية النوعية بكل أهدافها ومدرجاتها في سياق الأهداف الاستراتيجية لصنعاء سواء على جبهات استراتيجية كجبهة مأرب أو في ملف الإنساني تبادل الأسرى مع تحالف العدوان؟ علاقة العمل العسكري هي علاقة مهمة جدا مع العمل التفاوضي أو العمل الإنساني. عندما يكون هناك تصعيد عسكري قوي يشيء مثل هذه العملية وضرب الأهداف حساسة بهذا الحجم وبهذا، يمكن يعني يمكن أن يكون للملفات الإنسانية خطوات متقدمة. نحن نتعامل مع الملفات الإنسانية في ضغط عسكري لكي تنجح هذه الملفات، وإلا لما تمت أي خطوة إنسانية ولا ما دخلت أي سفينة للنفط ولا ما نجحت أي صفقة تبادل أسرى. إذن الملف الإنساني سلاحه هو العمل العسكري والضربات القوية للأهداف الهامة. السيد نصر الدين عامر وكيل وزارة الإعلام اليمنية في حكومة صنعاء كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نقف وزير الخارجية السعودي على تويتر عقد اجتماع بين ولي العهد السعودي ومسؤولين إسرائيليين، وكانت وكالة رويترز نقلت عن وزير إسرائيلي تأكيده زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السعودية وعقده اجتماعا هناك. وكانت وسائل أعلام إسرائيلية كشفت أن نتنياهو يرافقه رئيس الموساد كان على متن الطائرة التي أقلعت برحلة سرية أمس من مطار بن غوريون إلى السعودية. وبحسب وسائل الإعلام فإن الرجلين التقيا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة نيوم، وكانت مدة الزيارة نحو 5 ساعات. وقالت إن اللقاء جرى بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. أكد المتحدث باسم حركة أنصار الله في اليمن محمد عبد السلام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار السعودية تمهيدا للتطبيع الكامل بعد ترحيب مسؤولين سعوديين بالتطبيع. عبد السلام شدد على أن الدول المعتدية على اليمن تتجه لتصبح منخرطة كليا ورسميا في المشروع الصهيوني، وأكد أن السعودية والإمارات والبحرين والسودان هي الدول ذاتها التي تضع إمكاناتها في خدمة الحرب المفتوحة على اليمن، مشيرا إلى أن حقيقة العدوان على اليمن هي عدوان أمريكي صهيوني لتحقيق رغبات أعداء الأمة العربية بما فيها بيع القضية الفلسطينية. إلى ذلك وصل وفد إسرائيلي إلى السودان لإجراء مباحثات تمهيدية للتوقيع على الاتفاقيات بين الخرطوم وتل أبيب. وسائل أعلام إسرائيلية أكدت أن الوفد الإسرائيلي المصغر برئاسة رئيس شعبة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي معوز توجه إلى الخرطوم على متن طائرة إدارية تركية من مطار بن غوريون مباشرة إلى الخرطوم. رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتي أبدأ أسفه الشديد من قيام دول عربية بمباحثات لفتح سفارات في إسرائيل، وعد الأنباء حولها محزنة، لا سيما أن هذه الدول ليست لديها سفارات ومقار دبلوماسية فوق أراضي دولة فلسطين التي يعترفون بها. أشتي أضاف أن تصوير التطبيع مع دول عربية بديلا من السلام مع الفلسطينيين هو هرب من الحقيقة على حد تعبيره. ومعنا من القدس المحتلة مراسلة الميادين هناء محميد، مرحبا بك هناء. إذن كيف يقرأ التصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية محمد أشتي عن أن الهروب من الحقيقة الفلسطينية، أن الهروب من عملية السلام هو هرب من الحقيقة؟ في الواقع محمد يعني لا أدري كم يوجد لهذا التصريح من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني تأثيرا على الواقع السياسي الذي تمر به القضية الفلسطينية اليوم، لا سيما وسط قطار التطبيع الذي يسير بسرعة كبيرة جدا، لا سيما يعني اليوم عندما يعني منذ الصباح علمنا بنبأ زيارة بنيامين نتنياهو، رغم هذا النفي الذي خرج عن وزير الخارجية السعودي قبل قليل، ولكن يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث وتؤكد عن تؤكد زيارة بنيامين نتنياهو إلى السعودية بالأمس والتقائه بمحمد بن سلمان، وهذا أيضا ما أكده مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم أيضا، وتناقلته كذلك الصحافة الإسرائيلية
عن هذا اللقاء الذي جمع نتنياهو وبن سلمان وأيضا وزير الخارجية الأمريكي بومبيو بالأمس، وتباحث فيه المجتمعون حول الملف الإيراني بداية وملف التطبيع، بالرغم من أنهم لم يتوصلوا بحسب هذه المصادر السعودية المسؤولة إلى أي اتفاقات. بالتالي يعني هنالك تعزيز للخطوات الأمريكية الإسرائيلية نحو تعزيز التحالف الاستخباراتي العسكري ما بين إسرائيل وعدد من دول الخليج وعلى رأسها السعودية، وإن كان هذا التطبيع وهذه العلاقات لم تخرج قبل اليوم إلى العلن وكانت تجري يعني من تحت الطاولة، ولكن يعني هنالك استباق للوقت كأنه يجري بخطى متسارعة قبل تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة زمام الحكم والإدارة في الولايات المتحدة لقطع الطريق عليها من العودة إلى الاتفاق النووي أو حتى يعني للعودة إلى خطوط عريضة كانت الإدارات الأمريكية السابقة تتفق حولها فيما يخص القضية الفلسطينية ومسألة إقامة يعني أو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بموجب حل الدولتين. بالتالي يعني هنالك تثبيت لهذه الركائز التي وضعتها إدارة ترامب فيما يخص القضية الفلسطينية من جهة، الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وكل ما إلى ذلك، ويعني بناء الخطوات الواقعية لتنفيذ صفقة القرن ربما، ومن جهة أخرى الملف الإيراني والملف النووي الإيراني، لا سيما أن إسرائيل والسعودية تلتقيان بشكل جيد وكبير وتنسجمان جدا فيما تسميه تمدد الخطر الإيراني في المنطقة وتحديدا في سوريا وكذلك اليمن. بالتالي نحن أمام مرحلة جديدة محمد، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى يعني يبدو أنها موجودة تماما في الزاوية، وقد نشهد ضغوطات حتى السعودية ربما ليس في المرحلة القريبة جدا، ولكن قد تشهد مستقبلا ضغوطات حتى السعودية على السلطة الفلسطينية ربما لتقبل بالمفاوضات من دون أي شروط بذريعة يعني التوصل إلى حل الدولتين يعني كورقة تستخدمها السعودية ربما في تصويق تطبيعها مع الاحتلال الإسرائيلي، على غرار ما جرى مع الإمارات والبحرين والسودان، لا سيما بأن السلطة الفلسطينية كانت قد قررت إعادة التنسيق مع إسرائيل وكذلك أعادت سفيريها إلى البحرين والإمارات. هلا محمد، مراسلة الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. الخارجية الأمريكية وصفت لقاء الوزير مايك بومبيو بولي العهد السعودي في نيوم بالمثمر، مشددة على مواصلة جهود مواجهة إيران. الخارجية أكدت أن الشراكة الأمريكية السعودية الأمنية والاقتصادية متينة، وستواصل تسخيرها لدفع جهود مواجهة ما أسمته بالنفوذ الإيراني في الخليج ولتحقيق الأهداف الاقتصادية في إطار رؤية 2030 وللإصلاح في حقوق الإنسان. قال نائب قائد حرس الثورة الإيرانية العميد علي فدوي إن أعداء الثورة الإيرانية لم يحققوا أهدافهم رغم مؤامراتهم في بعض المدن الإيرانية. وخلال مراسم تنصيب قائد مقر سيد الشهداء العميد أحمد ذو القدر، قال فدوي إن بصيرة الشعب ويقظة الحرس والتعبئة الشعبية حالت دون تحقيق أهداف الأعداء، لافتا إلى أن حزب الله انتصر دائما لكن الولايات المتحدة لم تنتصر في معركة واحدة. فيما يشبه جردة الحساب لسياساته الخارجية، عدت صحيفة أمريكية إرث ترامب وبالذات في الشرق الأوسط كارثيا ما أوصل واشنطن إلى طريق مسدود. ملك خالد، أهلا بكم. استراتيجية ترامب الشاملة في الشرق الأوسط تصل إلى طريق كارثي مسدود، هذا عنوان مقال في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وهو مقال يحلل في خلاصة 4 سنوات من السياسة الخارجية في عهد الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب. الصحيفة ترى أن رعاية ترامب لاتفاقات سلام في الشرق الأوسط بين دول عربية وإسرائيل ستكون الجانب الأكثر إيجابية في إرثه من السياسة الخارجية. بحسب
الصحيفة فشلت سياسات ترامب مع كل دولة أخرى. لم ينجح في إعطاء العمليات السياسية في فنزويلا طابعا أكثر ديمقراطية، ولا دفع الصين إلى التخلي عن نشاطها التجاري، ولا نزع سلاح كوريا الشمالية. واشنطن بوست ترى أن استراتيجية الضغط الشامل أو الأقصى التي انتهجها ترامب مع إيران تحديدا كانت الأكثر كارثية. عقوبة شاملة، انسحاب من الاتفاق النووي واغتيال الجنرال قاسم سليماني. ومع ذلك إيران لم تتراجع ولم تضعف، وما زالت قوات تابعة لها تقصف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد بحسب الصحيفة. الصحيفة تقول أن إلغاء ترامب للاتفاق النووي أدى إلى تكثيف طهران إنتاجها من اليورانيوم المخصب الذي زاد 12 مرة مقارنة بما كانت تمتلكه عندما تولى ترامب منصبه. لم يعد ترامب خطر التهديد الإيراني إلى الشرق الأوسط فحسب، بل شجع أيضا على الحرب الطائفية بين المتطرفين السنة والشيعة في الشرق الأوسط، وتحالف مع الجانب السني بالكامل، ما سيجعل فك ارتباط واشنطن عن المنطقة مستحيلا. وبرغم ادعاءات ترامب أنه يريد سحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، فقد انتهى الأمر به بإرسال آلاف الجنود إلى سوريا والعراق للدفاع عن حقول النفط وناقلاته من الهجمات الإيرانية، وهو أمر كارثي تقول واشنطن بوست. أكدت مصادر داخل فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه اختار الدبلوماسي أنتوني بلينكن لمنصب وزارة الخارجية. وسائل الإعلام الأمريكية قالت أن بلينكن هو أحد مستشاري بايدن الرئيسيين في مجال السياسة الخارجية، وكان المسؤول الثاني في الخارجية في عهد باراك أوباما. وقالت جون ساكي المستشارة الإعلامية للفريق الانتقالي للرئيس بايدن أنه سيعلن عن تعييناته للمناصب الوزارية غدا. بعد التنصيب الرسمي للرئيس المنتخب جو بايدن، سيعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صفوف المواطنين العاديين. فماذا ينتظره في القضايا المرفوعة ضده؟ غراسيا بيتر. درع الرئاسة التي تحمي دونالد ترامب من مجموعة من القضايا القضائية، المدني منها والجنائي، بدأ العد العكسي لسقوطها. ففي العشرين من كانون الثاني يناير، وحالما يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية، يتحول ترامب تلقائيا إلى مواطن عادي قد تعرضه أفعاله لدخول السجن. السجن أو العقوبات المالية هي ما ينتظر ترامب الذي يواجه تحقيقات بحملته الانتخابية وأعماله وسلوكه منذ أصبح رئيسا قبل 4 سنوات. في تقرير موسع تلاحظ NBC نيوز أن غالبية متاعب ترامب القانونية ستكون في مسقط رأسه نيويورك، فمكتب المدعي العام في منهاتن يحقق في سلوك إجرامي واسع النطاق ومطول في منظمة ترامب التي تمثل العمل العائلي للرئيس، ومن بينها قضايا تزوير في السجلات التجارية والاحتيال في التأمين والاحتيال الضريبي. ويمكن أن تصل عقوبة تزوير السجلات التجارية إلى السجن عاما مع فرض غرامات أو وضع المتهم تحت المراقبة مع غرامات. وترامب هنا متهم بأنه تلاعب بالأرقام للحصول على قروض وتقليل الضرائب، وهذا عمل غير قانوني يصل إلى مستوى الجناية. كما يحقق المكتب بالإضافة إلى اتهام نساء متعددات ترامب بالسلوك الجنسي غير اللائق في حوادث تعود إلى السبعينيات، مع العلم أن ريشا الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز لا تزال قيد التحقيق، ولا سيما أن محامي ترامب السابق مايكل كوهين اعترف عام 2018 بأنه مذنب بانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية بعدما دفع لدانييلز 130 ألف دولار ثمن سكوتها عن علاقتها بترامب. الرئيس الأمريكي حتى الساعة كان قد جند وزارة العدل كمحام له، فهل يمكن أن يعفو عن نفسه قبل يوم تنصيب بايدن؟ يقول الخبراء إن بإمكانه العفو عن نفسه، ولكن نجاته من طعون المحكمة آنذاك ليست مضمونة. الظهيرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. خبراء من جامعتي كامبريدج وكولومبيا يقترحون مصعدا مباشرا من الأرض إلى القمر.
من جديد أهلا بكم. استمرت في البرازيل التحركات المناهضة للعنصرية، ونظمت تظاهرات في مدن عديدة احتجاجا على مقتل رجل من ذوي البشرة السوداء على أيدي رجلي أمن أبيضين في متجر في مدينة بورتو أليغري جنوب البلاد. التظاهرات المناهضة للعنصرية رفع فيها المشاركون شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الرجل وحياة السود مهمة، والذي تحول شعارا لحركة بالعنوان نفسه في الولايات المتحدة بعد مقتل جورج فلويد في الربيع الماضي. أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تدمير مطارا في مدينة أكسوم، وقال زعيم الجبهة لرويترز أن مهلة 3 أيام التي أعلنها رئيس الحكومة الإثيوبية للاستسلام كانت ستارا من أجل السماح للقوات الحكومية بإعادة تجميع صفوفها بعد الهزائم التي منيت بها على 3 جبهات بحسب وصفه. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق القبض على إرهابي من داعش في مطار بغداد الدولي. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول أكد أن استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب أجرت تتبعا للمنسق الإداري العام لعصابات داعش منذ انطلاقه من إحدى الدول ولغاية وصوله إلى العراق، حيث كان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة. كلفت رئاسة هيئة الحشد الشعبي في العراق الفريق الركن الحقوقي تحسين مطر العبودي شغل منصب أمين سر الهيئة. العبودي شغل قبل ذلك منصب مسؤول عمليات الحشد الشعبي أثناء معارك التحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت مجلة وايرد عن نجاح الباحثين في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة في إنقاذ 119 ألف نوع من البذور تنمو في سوريا قاموا بتهريبها على مراحل خلال الحرب السورية. سوريا كانت مهددة بفقدان آلاف السنين من جهود المزارعين في تهجين وتأصيل الحبوب والمزروعات خلال الحرب التي بدأت عام 2011. بنك الجينات في حلب الذي تديره إيكاردا كان يحتفظ بأكثر من 120 ألف نوع من الحبوب، وقد تمكن من إنقاذ 116 ألفا منها عن طريق نقلها إلى لبنان والأردن، ثم وضع 300 بذرة من كل نوع فيما يعرف بقبو بذور يوم القيامة في منطقة سفالبارد أقصى شمال النرويج. وقبو يوم القيامة القريب من القطب الشمالي عبارة عن مخزن هائل تحت الأرض أنشئ عام 2008 وتبلغ الحرارة فيه ناقص 18 درجة مئوية، وهو محصن ضد الهجمات النووية، وتنقل عينات من البذار حول العالم إليه لحفظها، ما يمكن من إعادة إنتاجها بعد الكوارث والحروب. المسؤول عن قبو البذور يشرح أن هذا المكان الفارغ هو لبذور أرسلتها إيكاردا قبل سنوات من مركزها في حلب وطلبتها أخيرا لتعيد إنتاجها. ويشير تقرير مجلة وايرد إلى أن إيكاردا نجحت في إعادة إنتاج المحاصيل في سهل البقاع اللبناني ومناطق آمنة من سوريا، وأعادت إرسال عينات جديدة لتوضع في مكانها في قبو يوم القيامة من جديد. مديرة بنك الجينات في إيكاردا ماريانا يزبك قالت إن فقدان العينات كان سيكون كارثة، لأن الباحثين كانوا يعملون مع بذور قليلة، وإذا فقدوا المحصول قبل التمكن من إنتاج مزيد من البذور كان التنوع الجيني للزراعة في سوريا سيفقد إلى الأبد. يذكر أنه مع احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003 أتلف الحاكم العسكري الأمريكي يومئذ بول بريمر جميع محاصيل القمح العراقية ومنع إعادة إنتاجها، ليدخل بعدها شركتي كارجل ومونسانتو الأمريكيتين اللتين باعتا 6 أنواع من القمح المعدل جينيا للمزارعين العراقيين بهدف إجبارهم على شراء البذار والأسمدة والمبيدات من الشركتين كل عام. عادت محطة ضخ مسكن لمياه الري في ريف حلب الشرقية إلى العمل من جديد بعدما تجاوزت الدمار الذي لحق بها بسبب أعمال التخريب التي قامت بها التنظيمات المسلحة.
يضع المهندسون والعاملون الفنيون في محطة ضخ المياه في مسكن شرق لمساتهم الأخيرة قبل الإذان ببدء تشغيل المحطة الضخمة التي تروي أكثر من 35 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتؤمن مياه الشرب لريف حلب الشرقي. الخبرات العلمية والجهود الهندسية والفنية الاستثنائية التي أبدتها فرق الصيانة المختصة أتت أكلها، ليس لمحطة ضخ مسكن شرق فحسب وإنما لمحطتي البابير والمشترك أيضا، فمحطة الضخ الثلاث تعد الأضخم والأكثر إنتاجية في سوريا. المجموعات الإرهابية على المحطة، محطة ضخ مسكن شرق اليابانية، تعرضت لعدة تخريب. أول شيء تكسير، بعدين حرق، بعدين فجروها من تحت وغرقت الطابق تقريبا شيء 22 متر مي. حاليا نقوم بأعمال الصيانة والتأهيل من جديد، علما أنه رقم العقوبات ورقم صعوبة في تأمين قطع التبديل استطعنا أن نعيد هالمحطات هاي ونعيدها للتأهيل. ضخ مياه الري عبر أقرية الخاصة بها كان له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الزراعي، ليس في حلب فحسب بل على مستوى سوريا ككل أيضا. فمع ضخ المياه تطورت العملية الزراعية في عموم الريف الحلبي الشرقي وخاصة منطقة مسكن وغرب بحيرة الأسد. ترفد الاقتصاد الوطني بالمحاصيل الزراعية والتشغيل اليد العاملة، حيث تم صيانة هذه المحطات وتجهيزها بجهود وطنية كاملة بدون أي عقود أجنبية. أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي المروية عادت إلى دائرة الإنتاج والاستثمار، ومن المتوقع في الفترات المقبلة عودة أكثر من 90 ألف هكتار في تحد واضح لقانون قيصر والعقوبات الغربية وبسواعد وخبرات محلية. أعلنت شرطة مدينة سان خوسيه الأمريكية عن مصرع شخصين من جراء عملية طعن في كنيسة في كاليفورنيا وإصابة أشخاص متعددين بجروح خطيرة. الشرطة ذكرت أن المهاجم طعن عشرات المواطنين داخل الكنيسة، كما أشارت إلى أنه لم يكن هناك أي قداس أو نشاط، بل اقتصر الأمر على وجود مشردين يعانون من البرد ويعيشون من دون مأوى. أعلن الرئيس المركزي الروسي الوطني للحد من الخطر النووي أن بعثة فرنسية ستنفذ طلعات مراقبة فوق الأراضي الروسية وفقا لمعاهدة الأجواء المفتوحة الدولية. وبحسب المسؤول الروسي فإن الطلعات ستنفذ بين 23 و27 من الشهر الحالي عبر طائرة استطلاع فرنسية اجتازت فحصا دوليا بمشاركة خبراء روس للتأكد من مطابقتها شروط المعاهدة. وتستكمل هذه الطلعات الروتينية في إطار المعاهدة بعد انسحاب واشنطن منها. حذر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس من مواجهة البشرية جائحة أخرى في المستقبل القريب، لكنه بدا متفائلا بقدرة العالم على مواجهتها بطريقة أفضل مقارنة بجائحة كورونا. وفي حديث إذاعي أوضح غيتس أن الجائحة المقبلة قد تحدث بعد 3 سنوات، مضيفا أن البشر سيكونون محظوظين إذا تأخرت عقدين، وأعرب عن ثقته بأن العالم سيكون مستعدا على نحو أفضل للجائحة، مشددا على أن البشرية لن تكون غبية جدا بل قدر الذي هي عليه اليوم على حد تعبيره. حذر مستشارون للصحة العامة من الزيادة الحادة في حالات الإصابة بكورونا في قطاع غزة المحاصر، ولفت هؤلاء إلى أن زيادة الإصابات تسببت بل قد تتسبب في عجز النظام الصحي عن استيعاب المرضى في القطاع بحلول الأسبوع المقبل. أحمد شلدا. أسرع من كل التوقعات يسير المنحنى التصاعدي لانتشار فيروس كورونا في غزة، فنقص الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجائحة جعل من أرقام الإصابات تتجاوز القدرة الاستيعابية للمنظومة الصحية. ما لدينا حاليا في مستشفى غزة الأوروبي والمستشفيات الأخرى 231 حالة تحت العلاج، وكذلك 79 حالة من الحالات التي تعتبر ما بين خطيرة وحرجة، وهذا يضغط على المنظومة الصحية بشكل لافت. هذا العدد هو الذي يمكن أن يشكل حالة ضاغطة على المنظومة الصحية، ويمكن أن يشكل حالة ضاغطة باتجاه المزيد من إجراءات التشديد.
الإجراءات المتخذة من أجل تقليل حجم الإصابات والوفيات لم تفلح حتى اللحظة في كسر الارتفاع الكبير في الأرقام، الأمر الذي دفع سكان غزة إلى المطالبة بزيادة الإمكانات الصحية وتحميل الاحتلال مسؤولياته في هذا الاتجاه. في ظل هذه الجحة أنا أعتقد أن الواجب الأصيل يقع على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف بأن تضمن حسن تسيير وتشغيل المنشآت الطبية وقدرتها على التعامل مع الأوبئة. أكثر من ذلك، في البروتوكول الملحق في اتفاقية جنيف هناك واجب أصيل وواضح أنه على دولة الاحتلال أن تقدم خدمات الرعاية الصحية لسكان الأراضي المحتلة كما تقدمها لمواطنيها. وخلال الأيام الماضية سجل القطاع آلاف الإصابات وعشرات الوفيات في وقت يواصل فيه الاحتلال اعتداءاته وحصاره من دون حسيب ولا رقيب. وفي ذروة انشغال العالم بمكافحة جائحة كورونا، تئن غزة تحت وطأة الحصار ونقص الإمكانات والتفشي السريع للوباء، في وقت يؤكد فيه خبراء أنه لا قبل لها بتداعياته الكارثية من دون دعم صحي واقتصادي. أحمد شلدان، غزة، الميادين. بدأت المكسيك بارتداء حلتها الميلادية مع تفتح أزهار وردة الميلاد. الآلاف توافدوا إلى سوق الزهور في العاصمة المكسيكية لشراء وردة الميلاد مباشرة من المزارعين. بعضهم يفضلها باللون الأحمر الذي يرمز لعيد الميلاد المجيد، فيما يرى البعض الآخر لونها الأبيض رمزا للسلام. هذا ولمس المزارعون تراجعا ملحوظا في مبيعات هذه الوردة لهذا العام بسبب تفشي كورونا. اقترح علماء الفضاء ابتكار مصعد مباشر من الأرض إلى القمر بهدف الحد من المصاريف المتعلقة بالرحلات الفضائية إلى القمر. الخبراء من جامعتي كامبريدج وكولومبيا أشاروا إلى أن كل كيلوغرام إضافي من البضائع التي يتم تحميلها على الصاروخ تكلف أكثر من $1000، وبالتالي كلما زادت الرحلات زادت الحاجة إلى الأموال. وبحسب العلماء ظهرت فكرة المصعد منذ وقت طويل، إلا أن عوائق كثيرة حتى اللحظة تحول دون تحقيق الفكرة الخيالية. أما الآن فإلى موجز الاقتصاد والزميل عبد الله ظاهر. مرحبا عبد الله. مرحبا محمد. شكرا. أهلا بكم. كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن المصرف المركزي أبلغ عن إيرادات طاقة غير دقيقة، وأنها ستعلق على نحو مؤقت تحويل إيرادات المبيعات إلى حساب البنك. وأكدت المؤسسة أنها ستحتفظ بالأموال في المصرف الليبي الخارجي إلى أن يجري التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ويتحلى البنك بالشفافية بشأن كيفية توزيع إيرادات النفط في السنوات الماضية. قررت الحكومة الفلسطينية العودة إلى الإغلاق الجزئي في الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وإقفال معظم القطاعات الاقتصادية والتجارية والمحال والمصانع. رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية قال إن السلطة قررت إغلاق جميع مرافق الحياة من تجارية وخدماتية من صباح الجمعة حتى صباح الأحد المقبلين في كل المحافظات باستثناء المخابز والصيدليات، بهدف السيطرة على الارتفاع المتسارع في الإصابات وكسر سلاسل العدوى وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات. استبعد كبير الخبراء الاقتصاديين في المصرف المركزي الأوروبي فيليب لاين عودة إجمالي الناتج المحلي الأوروبي إلى مستويات العام الماضي، وذلك قبل حلول خريف العام 2022. وقال لاين إنه ما دام اللقاح لم يوزع على نطاق واسع فسنبقى في فترة ضبابية، لكون اللقاح يمنح آفاقا للعامين المقبلين لا للأشهر الستة المقبلة. وأكد لاين أن الاقتصاد الأوروبي سيعاني من خسائر مستدامة على صعيد الثقة والادخار والعودة إلى العمل، وأنه لن يتعافى في وقت قريب.
انكمش نشاط قطاع الأعمال البريطاني هذا الشهر بينما تعصف موجة جديدة من قيود مكافحة فيروس كورونا بقطاع الخدمات الضخم، وهبطت مؤشرات نمو القطاع الخاص إلى أدنى مستوى لها في 5 أشهر عند 47 نقطة من 52 سجلتها في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى 50 نقطة، والذي يمثل عتبة النمو في الاقتصاد البريطاني. أعلنت شركة دانون الفرنسية للصناعات الغذائية التي تراجعت مبيعاتها بسبب تفشي فيروس كورونا عزمها على إلغاء نحو 2000 وظيفة في فرنسا والخارج لإعادة تحريك النمو وتعويض الخسائر. وقال رئيس مجلس إدارة دانون إيمانويل فابر إنه سيجري تسريح نحو 500 موظف من المديرين والمسؤولين، وأن عملية التسريح ستطاول كافة الرتب الوظيفية في أمستردام، سنغافورة وباريس. وتوقع دانون تراجع نفقات الشركة العامة والإدارية ب 700 مليون يورو، ما يمثل 20% من تكاليف بنيتها. توقع تقرير لوكالة بلومبرج أن تزيح الصين الولايات المتحدة الأمريكية عن صدارة سوق تكرير النفط العالمية في ظل سعيها لإطلاق 4 محطات تكرير جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 1,200,000 برميل كل يوم، ما يعادل قدرة تكرير النفط في بريطانيا. وتراجع الطلب العالمي على الوقود بسبب وباء فيروس أو وباء كورونا من أثر في إنتاج النفط وتكريره، والذي انخفض بواقع 1,700,000 برميل كل يوم، أكثر من نصف هذا الانخفاض جاء على المصانع الأمريكية. انخفض الدولار الأمريكي الاثنين إلى أدنى مستوى له في 2.5 عام بفعل الأخبار الإيجابية حول لقاح جديد لفيروس كورونا. وانخفض مؤشر الدولار الفوري بنسبة 20% إلى أدنى مستوى له منذ نيسان أبريل عام 2018. وبحسب رويترز فإن الدولار يفقد جاذبيته كملاذ آمن، وتراجع عن أعلى مستوى سجله في آذار مارس الماضي، مع تركيز الجهود على إيجاد لقاح فعال يسهم في التعافي الاقتصادي العالمي. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية في الظهيرة، شكرا لحسن متابعتكم. عودة لك محمد. شكرا عبد الله. شكرا. حفاظا على البيئة وخفضا لمعدلات التلوث، أطلق في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مشروع الإيزي بايك للدراجات التي تعمل على الطاقة الكهربائية. بكر يونس. هي ليست دراجة عادية، بل تعمل على الطاقة الكهربائية حفاظا على البيئة وخفض التلوث. مشروع يسعى القائمون عليه إلى توفير مواصلات عامة منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة. فهذه الدراجات تعمل على الطاقة الكهربائية، لا ينبعث منها الدخان الملوث للهواء ولا تحدث ضجيجا. باكستان تعاني من الزيادة السريعة في نسب التلوث البيئي، ما يمثل أزمة صحية للكثيرين وخاصة للأطفال. لذا أردنا أن نقرب باكستان من المستقبل، فالمستقبل هو وسائل نقل كهربائية صديقة للبيئة. للحصول على دراجة كهربائية يتعين على المستخدم تحميل البرنامج الخاص بهذه الخدمة على هاتفه الذكي، ومن ثم الحصول على دراجته من المحطات الخاصة التي تتم متابعتها من قبل مهندسين في قسم المراقبة هذا. إن الردود التي نتلقاها إيجابية فيما يتعلق بخدمتنا التقنية. لقد أوجدنا برنامجا يمكن التعامل معه بسهولة، ويمكنني القول إن سهولة استخدام برامجنا على الهواتف تشجع على الحصول على خدماتنا للتنقل. يلقى المشروع المسمى بإيزي بايك رواجا وطلبا متزايدا على الدراجات الكهربائية، ليس في العاصمة إسلام أباد فحسب، بل في مدن باكستانية أخرى، ولا سيما أن هذه الوسيلة تعتبر آمنة وسهلة الاستخدام. الدراجات الكهربائية مشروع يهدف ليس فقط إلى خفض معدل التلوث الجوي المنبعث من المحركات النارية، بل يعمل كذلك على خفض التلوث الضوضائي وتوفير مواصلات عامة بتكلفة اقتصادية. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. وبدورنا هذا تذكير بالعناوين. القوات المسلحة اليمنية تكشف تفاصيل استهداف منشأة لأرامكو في جدة بصاروخ قدس 2، وتدعو الشركات الأجنبية إلى الابتعاد عن المنشآت الحيوية. وزير إسرائيلي يؤكد زيارة نتنياهو السعودية وعقده لقاء ورئيس الموساد مع ولي العهد السعودي في مدينة نيوم السعودية بحضور بومبيو.
أنصار الله ترى في زيارة نتنياهو السعودية تمهيدا للتطبيع الكامل. وأشتي يقول إن تصوير التطبيع بديلا للسلام مع الفلسطينيين هو هرب من الحقيقة. الإعلام الإسرائيلي يكشف عن توجه وفد إسرائيلي اليوم إلى السودان لبحث التوقيع على الاتفاقات بين الجانبين. واشنطن بوست تصف إرث ترامب في السياسة الخارجية بالكارثي، وبايدن يعلن غدا أسماء أول مجموعة من الوزراء. استمرار التحركات المناهضة للعنصرية في البرازيل وتظاهرات احتجاجا على مقتل رجل من ذوي البشرة السوداء على أيدي رجلي أمن أبيضين. للمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net بالعربية والإسبانية. إلى اللقاء.